سخن دجاج والطعم دمار. 4 رؤوس بصل كبار مقطعات، وهسه نضيف البهارات، كثر سماق، نص كوب زيت زيتون، عصير ليمون، ونخلطهن. وهسه نضيف الدجاج، دبس رمان، قلبوا على الوجه الثاني، شوية رش السماق، والله مو شوية هواي، ورق زبدة مبلل بماي، ونغطيه بسيليفون وندخله الفرن على نار من فوق ومن جوا مدة ساعة وساعة ونص. ساعة ونص بالفرن، شيل عنها السيليفون، نقلب الدجاجة الجهة الثانية، وهسه ندخله على الفرن، شغل نار بس من فوق حتى تتحمر، وهسه نجرب.